السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بأمانة المدينة المنورة، أعلنت عن أسماء المقبولين نهائيا على الوظائف التابعة للبلديات الخارجية. أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن نتائج المقبولين نهائيا على الوظائف التابعة للبلديات الخارجية المعلنة من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة بتاريخ 28/8/1443. أماكن التوظيف: بلدية ينبع، بلدية النخيل، بلدية ينبع النخيل، بلدية وادي الفرع، بلدية ثرب، بلدية الحسم، بلدية صلصلة، بلدية المسجيد والقاحة، خيبر، العيص وغيرها من البلديات. هنا موقع أمانة منطقة المدينة المنورة أعلنت عن تفاصيل القبول النهائي للوظائف التابعة للبلديات الخارجية. عند الضغط على كلمة التفاصيل تظهر لك جميع الأسماء التي تم قبولها قبول نهائي. أتمنى للجميع التوفيق، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.